هدان كور ما حالك خطرة لبع عشر كهر أي لجسوب بودي حيقول له هذا هبله أنت عين ميراتي أي دبده تنا مرة واحد عايز كفرتي دبده تنا نقص كعبتي ساسيب نختار كلو صوري هل كان أنكو سجنا هاي وعسبتال كا إنترناشنال كا إمجال ده هرجيسة وحافري لبعتن كيس عدد إلا صور دافي حنون لو صور دقي خضراء ظاهر عجه أو كم يذهب فنانين تي هبلضة وابري حالة ده أي هذا كوسو كانت هاي خضراء ظاهر عجة وحنا جور بحين دونا عبد الرحمن علي أو كم ذا أهل ذا خضراء ظاهر عجة هدان كور ما حالك خضراء لبع عشر كهر أي لجسوب بودي حيقول هذا هبله أنت عين ميراتي أي دبده تنا مرة واحد عايز كفرتي دبده تنا نقص كعبتي ساسي بعد نختار كلو صوري إمك حال كده الله مهدي نقص كي باكو حيران سجين تي باكو حيران أو كي راتي وأي ونعكسن تهاي حالة ده دوي كصورين سا سيدي مركي وراء هيد نما إلهي سبحانه وتعالى يسجد عافمات كنا هيا نحن كل هذا حنون كنا ينو كنا سيدا إن جيري ده يعافمات كي يو كلا دور دوران كرين إيه ونا جي حمان توين كلا دوران كرا عبادة ده يعاسن ما توين كلا دوران كرا وإلهي اختيار بيروسيين كلا دوران لكن وحيابه ملك جي سياود إذا كنت صيوا حكم ده إن أنا جيري ده يعافمات iyo maxaan ku dhahday noloshiye geerida ma kala doona kartid waa kugu soo boodays caafimaadka iyo xanuunka oo saas oo kale marka ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ummada la weydiinayna inay u soo duceeyaan qofkaas oo qof wanaagsan oo muuminada imka ah oo hadii la ku rooyahay qof cibaadada imka ku wanaagsan ah hadii la yiraahdo ha loo soo duceeyo ilaahayna waxaan u barayna caafimaad waan ka soo reynay xaaladeeduna aad ayay wanaagsan tahay in xanuunkan hadda ku soo booday horumay u qabtay maayo waxaan u nimay qabina iska caafimaad qabtay سيدو اسكع عاف مات قبتو قرقيت يا ايكش حمام واي صوم ما يلتين دبا ديتنا وانا تن دبي الحقاب دبي الحقاب قابا دعيس قف كنا مركو قف وين يحي وحي هذي يجير لو اسكي نقول يا حنونك سيد عرور تو يقول نقول شاي من قد تتكن حوق قابا حنونك اسكي حجين كرا قف وين نوي يا نمك ساسا حنونك وقسو بدو حنوني قبتين ما جبت واي عاف مات قبت عبد الرحمن فرين تهدو درشو بلشدة صومالي دا لما انتو مدى صومالي دوردان اما صومالي هنا نقطع اما صومالي ودو حم اف صومالي كو هدلا waxaan leenahay iyada iyo dadka xanuunsan iyo inaga ilaahay waa jawaad al-kariimi inay u soo duceeyaan oo ay ilaahay u soo bariyaan ayaan ilaahay u weydiinayna shacabkana aan u soo jeedinayna inay ilaahay u bariyaan ay u soo duceeyaan saasan bulshada gaarsiinayna idinkuna waa mahadsantihiin tv-ga tv-ga hadda ku raacsan